الاهلي في المونديال صعب المنال، ومواجهه قويه ما بين النادي الاهلي واوكلاند سيتي، ما بين الخبره مارسيل كولر والطموح مع البرت رييرا المدير الفني لنادي اوكلاند سيتي. كلام كتير في حلقتنا معاكم النهارده عن فريق اوكلاند سيتي وعن المواجهه القويه اللي خلاص بتفصلنا عنها ساعات، ونتفرج كلنا على الماتش. وعلشان الصعوبة في نقل الماتش ويمكن الصعوبة كمان في قصة الانترنت، فالنهاردة هنكون معاكم على مدار اليوم ما بين الشوطين، هنكون معاكم في لايف خاص عشان اي حد عايز ان هو يتابع الماتش ويعرف ايه اللي حصل في الشوط الاول، وكمان هنكون معاكم بعد الماتش، ويا رب يا رب نكون بإذن الله منصورين. اهم حاجه ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، وبسرعه خلينا نبدا حلقتنا معاكم النهارده. ساعات قليله جدا بتفصلنا عن مباراه النادي الاهلي ونادي اوكلاند سيتي في بطوله كاس العالم للانديه، وهتكون ان شاء الله الساعه 9 بتوقيت القاهره. دايما ضربه البدايه بتكون قويه، بتكون لها اثرها، فالنهارده ان شاء الله يا رب تكون بدايه قويه بالنسبه للنادي الاهلي. فريق اوكلاند سيتي فريق مش سهل تماما، وانا بقول لك مباراه صعبه جدا في مواجهه النادي الاهلي النهارده. خلينا نبدا معاكم بكلام عن اوكلاند سيتي وعن البرت رييرا المدير الفني لنادي اوكلاند سيتي، عشان انا عارفه ان الناس تبقى عايزه تعرف اكتر عن الفريق. خلينا نبدا كلامنا معاكم بالمدير الفني لنادي اوكلاند سيتي، مدرب لسه صغير في السن، عنده 39 سنه وهو اسباني، عنده الباشن، عنده الطموح، عايز ان هو يحقق ويعمل حاجه، وقدر فعلا ان هو يعمل فريق قوي مع نادي اوكلاند سيتي. لعب مع الفريق 37 مباراه، في ال 37 مباراه دول قدر ان هو يفوز في 33 مباراه، خسر ماتشين بس، اتعادل ماتشين بس، وقدر ان هو يسجل 108 هدف ودخل مرماه 27 هدف. يعني بنتكلم عن حصيلة كبيرة من الأهداف، وبنتكلم عن خط دفاع إلى حد ما بيكون متميز. فعشان كده بقول لك مباراة مش سهلة، مباراة صعبة بالنسبة للنادي الأهلي في ضربة البداية. ألبرت رييرا المدير الفني لنادي أوكلاند سيتي طريقة لعبه هجومية شوية، راجل بيحب يلعب بطريقة 4-3-3، عنده خط نص مميز قوي وخط هجوم مميز قوي، يمكن دول اكتر حاجتين بتميز نادي اوكلاند سيتي. بيحب ان هو يستحوذ على الكرة، لما بيفقد الكرة بيحب ان هو يرجعها تاني بسرعة، بيضغط على الفريق اللي قدامه من البيلد اب بتاعه، وده اللي هنبدأ نشوف الصور مع حضراتكم قدامنا. زي ما احنا شايفين كده في الصورة دي ان هو بيلعب على الضغط العالي، بيلعب بطريقة ان هو ما يخليك ما تقدرش ان انت تعمل البيلد اب بتاعك للهجمة، فلازم ان اللعيبة تمرر الكرة بشكل اسرع شوية، يبقى في حلول لتمرير الكرة علشان ما تعطلش في بداية بنائك للهجمة. كمان من الحاجات المهمة اللي بيلعب عليها رييرا بيلعب بمهاجم وهمي اللي هو دوفريز اللي هو رقم 11، هتلاقيه دايما بينزل لتحت. طيب مين اللي بيكمل الهجمة؟ الوينجين اليمين والشمال سواء جاليون او لي، وكمان لاعبة خط النص مانيكام وجاريجا. مانيكام وجاريجا من اخطر لاعبي نادي اوكلاند سيتي، لانهم بيزيدوا لقدامه، بيعملوا الكثافة العددية لدرجة ان انت حتى لما بيكون في هجمة انت بتلاقي ان في كثافة عددية كبيرة لنادي اوكلاند سيتي. الاربع لعيبه دول رييرا بيعتمد عليهم بشكل كبير جدا، بجانب دوفريز طبعا المهاجم الوهمي، ولكن هو بيلعب على الاربع لعيبه دول سواء جاليون او لي الوينجين او لعيبي خط النص اللي هم جاريجا ومانيكام. ركز معاهم جدا، هتسمع اسمائهم كتير جدا في الماتش، لعيبه بتعمل خطوره كبيره جدا على دفاعات اي خصم. زي ما احنا شايفين قدامنا هما بيحاولوا يضغطوا دايما علشان يسترجعوا الكرة. هتشوف عندك ازاي جاريجا بعد ما استرجع الكرة، اللي هو اللاعب خط النص، بعد ما استرجع الكرة ازاي بعد كده قدر ان هو يعمل الباس، وبعدين بعدها تحركه في انه يتنقل لقدامه وياخد الباس تاني من زميله ويقدر ان هو يسجل الهدف، زي ما احنا شايفين قدامنا كده. عشان كده بقولك من اخطر لاعبي نادي اوكلاند سيتي. نادي اوكلاند سيتي بيلعب على الدفاع الكومباكت، يعني هما بيتحركوا كمجموعه
في الدفاع وبيقدر ان هو يقفل دفاعه بشكل كويس قوي، ولكن عنده حاجتين مهمين جدا من نقط ضعف اوكلاند سيتي: تسديد على المرمى، وده ان شاء الله ان شاء الله نشوف منه كتير من حسين الشحات بقى ومحمد هاني وطاهر محمد طاهر. عندنا لعيبة بتقدر ان هي تسدد على المرمى، ديانج، حمدي فتحي. لا، النادي الاهلي فيه لعيبة بتعرف ان هي تسدد على المرمى، ولازم ان انا استغل حاجة زي دي كويس قوي. على قد ما هما بيعملوا الدفاع الكومباكت، على قد ما برضو بيسيبوا مساحات في حتة التسديد على الجون، فلازم ان انا كنادي اهلي استغل ده كويس قوي. والضربات الثابتة، لو انا قدرت استغل الحاجتين دول، ويعني كمان بقى يعني بشرة خير نفتكر مع بعض المباراة الوحيدة اللي لعبها النادي الاهلي قدام اوكلاند سيتي طبعا كانت في 2006، والجون الاول اللي سجله ابو تريكة كان من ضربة ثابتة وبالتحديد من تسديدة. فنتمنى ان احنا تبقى البداية النهاردة نشوفها في الملعب ونشوف جون كده زي حاجات ابو تريكة دي في ساعتها. هو فريق هجوميا مش سهل، فريق محتاج ان انت تبقى مركز جدا دفاعيا بسبب زي ما قلت لك الكثافة الهجومية والفولو اللي بيعملوه على الكورة، فلازم ان انا ابقى مركز بشكل كويس قوي. دي حاجة. تاني حاجة، خط النص بتاعي لازم ان هو يبقى مصحصح قوي النهاردة. زي ما قلت لك خط النص بتاعهم قوي جدا، يعني خط النص بتاعهم سواء مانيكام او جاريجا او دريك لو لعب او بدأ بيه راجل النهاردة، هيبقى خط نص مميز جدا. فلازم النهاردة انا كمان اللي هيبقى له الافضلية في خط النص النهاردة هيبقى له افضلية كبيرة في الملعب النهاردة. فاتمنى ان برضو نشوف النهاردة خط نص النادي الاهلي يكون فايق، هيفرق كتير قوي مع النادي الاهلي النهاردة. واخر حاجة زي ما قلت لك نركز على الضربات الثابتة، التسديدات، دول هيفرقوا معايا قوي في الماتش. طيب خليني اقول كده مع حضراتكم التشكيل المتوقع بالنسبة لي للنادي الاهلي النهاردة. في حراسة المرمى محمد الشناوي، في اليمين محمد هاني، قلبين دفاع رامي ربيعة ومحمود متولي، في الشمال علي معلول، في النص حمدي فتحي وأليو ديانج، وقدامه محمد مجدي أفشة، وثلاثي الهجوم طاهر محمد طاهر وحسين الشحات، وقدامهم كهربا. ده التشكيل اللي بتوقعه مع حضراتكم النهاردة. اتمنى يبقى في تركيز بالذات من ناحية الشمال ناحية علي معلول وطاهر محمد طاهر، لان يبقى بيلعب فيها جيليان وهو لاعب مميز وخطير جدا وكمان سريع جدا، وزي ما قلت لك ان ماني كام وجريجا الاثنين بيزيدوا على الطرفين سواء اليمين او الشمال، هيعملوا ضغط كبير على دفاعات النادي الاهلي. والناحيه الثانيه طبعا هتبقى ثنائيه محمد هاني والشحات، الثنائيه اللي دايما بكلمكم عنها. اتمنى زي ما قلت لك نشوف النهارده التسديدات من النادي الاهلي، واشوف ضربة ركنية يكون رامي ربيعة هو اللي بيسجل فيها النهاردة. ايا يكن ال 11 لاعب اللي هيبدأوا وهيلعبوا النهاردة للنادي الاهلي ليهم كل الدعم، يا رب الفوز ان شاء الله بالنسبة للنادي الاهلي. واستناكم تقولولي التشكيل المتوقع وتوقعكم لنتيجة المباراة النهاردة.